يمكن النهارده احنا مع حضرتك في معهد القلب، تقولي لنا الزياره النهارده تفاصيلها وكيف تم الاعداد لها؟ تم الاعداد لها بان احنا فريق سفراء النوايا الحسنه، فريق الدكتور ايمن البياع، نزلنا مصر بتاريخ 26 للاعداد والتنظيم مع الجهات الثلاث، الجهات الثلاث اللي هو بيكون معهد القلب ومرضى السرطان 57 ومستشفى باب العام. طبعا هدفنا بان احنا نحب ننشر الخير ونعمل الانسانيه، زائد اني حابين ندعم هالفئه اللي يمكن تكون بنظر الناس متجاهله، بس طبعا احنا حابين ان طبعا باسم حملتنا ايدينا بايديهم لتخطي المرض، نبي نفهمهم ونعرفهم باني برا مصر وداخل مصر بإمكاننا أن إحنا نكون متعاونين معهم في الخير، ونحسسهم بأنهم مو مرضى وأنهم يقدروا يعيشوا حياتهم مبدئياً بيوم جديد بدون ما يحسوا أعمارهم أنهم مرضى. هل هتقتصر المعاونات أو الدعم في معهد أمراض معهد القلب بس، ولا في يعني خطة مستقبلية؟ أو معنا الخطة المستقبلية بأن إحنا إن شاء الله الفعاليات هاي راح تكون بشكل شهري طبعا لكل فتره معينه، او راح يكون بشكل سنوي طبعا، مو بس معتمده بزياراتنا الثلاث، طبعا هيكون في زيارات ثانيه لجهه ناميه مش جهه معروفه، بس مبدئيا فعلا المستشفيات استقبلونا استقبال حار وحبون ان احنا ندعمهم، وحبوا ان يكون دوله الامارات العربيه المتحده في انسان مثل الدكتور ايمن البياع باستقبالها الايفنت والعمل الخيري.